مسرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في معارك جبهات جنوب وغرب مأرب. الغذاء العالمي يخفض أنشطته والنازحون في مناطق الساحل الغربي المحررة يعيشون أسوأ أزمة. الأمن الوقائي الحوثي يشن حملة اعتقالات بحق ضباط في الاستخبارات العسكرية والمخابرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 أعوام من الأداء المهني ونقل الحقائق بموضوعية والتزام بأداب المهنة في نقل الحقائق وتناول القضايا المتعلقة بحياة وتطلعات اليمنيين وجعلها في سلم أولوياتها لتمثل صوت المواطن قولا وعملا بعيدا عن التحيز والمحسوبية من منطلق أن كل اليمنيين في أجندة وسياسة القناة سواسية. فهي منذ تأسيسها تعمل وفقا لتوجيهات الزعيم المؤسس الشهيد علي عبد الله صالح والسياسة التي أكد عليها ويمضي عليها القائمون على القناة لتكون اليمن اليوم منبرا لكل اليمنيين. ويرى مواطنون أن قناة اليمن اليوم باتت تمثل بالنسبة لهم نافذة الحقيقة وصوت المواطن البسيط في نقل هموم الناس وتطلعاتهم بمصداقية واتزان. قناة اليمن اليوم تنقل الخبر الصادق، نتمنى لها التوفيق ونتمنى الكادر التوفيق والنجاح. قناة اليمن اليوم هي القناة التي تأسست أول في أيام عهد الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح، هي التي نتابعها وهي القناة المفضلة عند اليمني كامل، كل حين نحبها وكل واحد ونتابع فيها في جميع القضايا هذه والأخبار اللي تنشرها والرياضية، هي أفضل قناة عندنا. نهنئ قناة اليمن اليوم باحتفالها بال11 من تأسيسها، هذه القناة المعبرة لصوت الشعب الصادقة الذي تنقل الأخبار الحقيقية الذي لا تضلل المواطن ولا تضلل المشاهد. ما أتمناه لهذه القناة أن تكون صوت المواطن، أن تكون ناقل لمعاناة المواطن، أن تكون قناة متميزة كما بدأت، أن تكون القناة التي تعبر عن كل الشعب الذي يعاني ويلات الحروب أو الصراعات أو الوضع الاقتصادية. وكما هي لكل الطاقم الإعلامي في قناة يمن اليوم الذين ينقلون الأخبار بشفافية ومصداقية بعيدا عن التعصب الحزبي لجهات أو الأفراد أو الجماعات. قناة اليمن اليوم قناة تمتاز بالمهنية والحرفية، قناة ناجحة تنقل للمواطن، تنقل معاناة المواطن والوطن في آن واحد. نتمنى لقناة اليمن اليوم ولكوادرها مزيدا من التميز ومزيدا من المهنية، لأنها تعتبر هي صوت الشعب وهي صوت الحقيقة. نتمنى لهم مزيدا من التوفيق والتقدم والازدهار. تهني قناة يمن اليوم وعامليها وموظفيها ومديرها بكل كوادرها تهنية كاملة للبرامج والبرامج الإخبارية التي تأتيها بمصداقية صحيحة. يمن اليوم يشهد لها الصغير قبل الكبير، يمن اليوم شاهد جميع أنحاء العالم من عرب ويمنيين بالخارج. يمن اليوم والله أنا أتكلم بمصداقية شديدة، وأنا أول من يتكلم بالقنوات لما تجيب الله يمن اليوم الكلام اللي تجيبه أيا كان يكون حاجة باسم الوطن، يتكلم باسم الوطن، يتكلم على الفاسدين، يتكلم يمن اليوم تخرجها. يمن اليوم هنا عندها مهنية صادقة. مناسبة الذكرى لتأسيس قناة يمن اليوم نعزها ونفتخر فيها لأنها قناة مميزة، يعني مؤتمرية، يعني لا حزبية ولا مناطقية، ولا يعني نشكر العاملين فيها ونشكر كل مؤتمر شريف يحب وطنه. بناء وتأسيس قناة يمن اليوم فهي لا زالت وستظل تحكي عن شعب اليمن وعن سيرته السلمية والديمقراطية والجهادية والأمن والاستقرار، ولا زالوا مؤسسيها ودعاتها وقناتها يعني
ودعاة الذين يقيمون فيها لا زالوا مستمدين نماذجهم من حياة وحياة زعيمنا المناضل الشهيد علي عبد الله صالح رحمه الله. تطلعاتي من القناة هو أن تستمر في النهج الذي تسير عليه. قناة اليمن اليوم قناة اللحظة والحدث، واكبت الأحداث بكل مهنية وموضوعية في كل المشكلات والمسيرات والفعاليات التي تقام في هذه المحافظة. نحن نعرف أننا نعيش ما تبقى من هامش ديمقراطي وحرية الرأي، ونتطلع إلى المزيد وإلى الحفاظ على هذا الهامش. فقناة اليمن اليوم هي أحد العوامل التي نعتمد عليها في الحفاظ على هذا الهامش، خصوصا من خلال طاقمها البعيد عن التحيز. قناة يمنية وقناة كل اليمنيين. توصلت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى في جبهات قتالية جنوبي وغرب مأرب. مصادر عسكرية أفادت باحتدام المعارك في الجبهتين الجنوبية والغربية تكبدت خلالها الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وأضافت أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية على امتداد الجبهتين. وأسفرت المواجهات وضربات التحالف عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا وتدمير أطقم قتالية. في السياق، لقى قرابة 27 عنصرا حوثيا مصرعهم في ضربات جوية ومعارك ميدانية في جنوب مأرب. يأتي ذلك إثر استخدام ميليشيا الحوثي تعزيزات جديدة وشن عملية هجومية فاشلة في جبهة العمود. تحركات حوثية جديدة تنفذها ميليشيات الحوثي في جبهة مأرب قبيل استخدامها لتعزيزات من محافظة البيضاء بعد أن خسرت آلاف من مقاتليها على أطراف المحافظة. لكن تلك التعزيزات كانت هدفا سهلا للضربات الجوية. خسائرهم لا تعد ولا تحصى في الأرواح والعتاد والوسائل، ولكنهم مدعومين من حليفتهم إيران وأستولوا على دوله، وأوشكت هذه المعدات أن تنفذ ونصل إلى هزيمته النهائية. نؤكد للشعب اليمني أن نهاية الحوثي ووقع في مستنقع نهائي ما بين السد والجوبة. في الأعريف والعمود دفعت الميليشيات بأنساق متتالية باتجاه مواقع القوات الحكومية ورجال القبائل، ما أدى إلى اشتعال المعارك التي استمرت لأكثر من 5 ساعات انتهت بمقتل 27 عنصرا حوثيا وجرحى آخرين. أما شرق البلق، نفذ أبطال القوات الحكومية كمين محكم لمجاميع حوثية حاولت التسلل باتجاه منطقة الرملة، انتهت بمصرع العناصر المتسللة وفرار ما تبقى منهم. تستمر المعارك القتالية بين الجيش من طرف وميليشيات الحوثي الإرهابية من طرف آخر لأكثر من 3 أسابيع متواصلة. تدفع ميليشيات الحوثي بعناصرها باستمرار بعد أن تحشد مقاتليها وتزج بهم إلى محارق الموت. لمزيد من تفاصيل المعارك ينضم بجوارنا أحد أبطال الجيش، سيحدثنا أكثر عن هذه المجريات. من الخط ما كما نسميه يسميها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الخط الأحمر، كما كلونه لون هذا الخط هو خط الدم. هنا ما بعد هذا المكان وأنت الآن في الخطوط الأمامية يتلقى العدو الحوثي والغاشم من أعتى وأشد الحروب قساوة. هنا جثث الحوثي، الميليشيات الآن في ما بعد هذا المنطقة مرمية، لم يأتي لها أي شخص، يتكبد هنا خسائر فادحة في العتاد والأرواح ولا يبالي، يريد أن يجتاح هذه المنطقة. ولكن هذه المنطقة تسمى الخط الأحمر، يعني خط الموت. هو الآن يدعي ويروج أنه تعدى وأنه وصل إلى الفلج. الفلج هو على يميني بين نحن وياه 7 كيلو، والمنطقة العسكرية بينها وبين الفلج مسافة
بعيد بعد النظر. العاليات العسكرية في هذا الأسبوع حسيت هذا الأسبوع بي ام ودبابة، أما الطقم عدة أطقم من طيران التحالف بيستهدفها ومدفعيات الجيش الوطني ليس لها عدد. بين الحين والآخر تشد المعارك في جبهات مأرب المختلفة، ليبقى الكر والفر بين الطرفين هو السائد، ولا يجني الطرفان سوى مزيد من الخسائر البشرية والمادية التي تتساقط في هذه الجبهة العصية على الحوثيين. فكل يوم تفشل آمال وأحلام الإماميين الجدد بالتقدم صوب مأرب. عبد العالم دحلان، اليمن اليوم، مأرب. معنا عبر الهاتف العقيد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الإعلام العسكري، مرحبا بك معنا. ما مستجدات المواجهات في جبهات مأرب؟ تحية لك يا أستاذة ولكل السادة المشاهدين. العملية العسكرية مستمرة لم تتوقف خلال الأسبوعين المنصرمين، وهناك انتكاسة كبيرة لهذه الميليشيات. فقد حرب كبيرة، الميليشيات وقعت في حرب كبيرة الآن، هي ترفض رفضة الموت الأخيرة، هي تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه لكن بدون جدوى. اليوم نرى الميليشيات تقهقر كبير جدا، تهرب إلى الأمام في محاولة منها لتحقيق أي انتصار أو تحقيق أي واقع على الأرض قد يغيرها وقد ينقلها من الحالة الاستنزاف التي تعيشه، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. خلال 24 ساعة الماضية هناك أكثر من 300 قتيل من الميليشيا الإرهابية في جبهة مأرب. بحالة هناك مطلع قائد جبهة الجوبة وكذلك أسر قائد جبهة الكسارة الذي قاد الهجوم خلال 24 ساعة الماضية على جبهة الكسارة، هو وثمانية من مرافقيه أو من عناصره أسرى لدى الجيش الوطني. هناك عملية استنزاف كبيرة جدا خسرت فيها الميليشيات العديد من قاداتها ومن كوادرها من ملائكها من عناصرها البشرية من أعدادها العسكرية. طيران التحالف نفذ عدة غارات كبيرة جدا، أخذ حربتين مدرعتين، وكذلك هناك أكثر من 13 طقم بعياراتها أصبحت رمادا منتظر في جبهات صحراء مأرب الكبيرة. الميليشيات الإرهابية اليوم تعاني عراء شديدا بعد الفضيحة التي بنيت بها في وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام التي نشرها التحالف من أمس. من الآن أثبتت ما لا داعي مجال للشك بأن هذه الميليشيات ليس لها أي صلة وطني، وإنما هي مجرد بيدق بيد دولة إيران، دولة الملالي، بيد الميليشيات الإرهابية تابع إيران من يجري عملية العسكرية والحرس الثوري وحزب الشيطان الذي يخططون ويمولون هذه المعارك ويدفعون بأبناء اليمن في محادق ليس لهم ناقة فيها ولا جمل. نعم، في رأيك عقيد يحيى إلى أين تتجه المعركة في ظل استمرار دفع الحوثي بالمئات من المغرر بهم يوميا إلى جبهات مأرب؟ الميليشيات الإرهابية تعاني عناء شديد من نقطة كبيرة في التجنيد، لذلك هناك حاولت الميليشيات أن تجلب مرتزقة من الخارج سواء من أفغانستان أو من أفريقيا أو من لبنان أو حتى من الحرس الثوري أنفسهم. هناك قتلى يعني كثر من هذه الميليشيات المرتزقة في جبهة مأرب، هناك مطلع العديد من الخبراء سواء كانوا من الحزب اللبناني أو كذلك من قيادة الحرس الثوري الإيراني لقوا مطلعهم في جبهة مأرب، وهذا يدل على أن الميليشيات الآن لجأت إلى الاستعانة بموليها من الخارج لدعم هذه المقاتلين، لأن التجنيد الإجباري أصبح عديم الفائدة في اليمن، وأصبح هناك عزوف كبير جدا من أبناء القبائل. لذلك الآن في قدر كبير جدا ويتعاني عناء شديد جدا من نقص العناصر البشرية. لذلك نتوقع نهايتها القريبة بإذن الله، في القريب العاجل الميليشيات الإرهابية الآن تكتب نهايتها بأيديها، هي تلفظ الأنفاس الأخيرة ومعركة الحسم بإذن الله قادمة، وستكون التصفية والتحرير بعد بإذن الله قريبا، حتى نكون قد استنزفنا كامل قيادتها الميدانية وسندخل صنعاء إن شاء الله بسلام دون أن نطلق فرصة واحدة. نعم، العقيد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الإعلام العسكري، شكرا لك. في حين توصل إنسانية المقاومة الوطنية تقديم العون للأسر النازحة في الساحل الغربي، أعلن الغذاء العالمي تخفيض أنشطته الإنسانية، ولا يزال النازحون في المناطق المحررة بحاجة لمزيد من العون والدعم الإنساني. جاء
جهود حثيثة تبذلها إنسانية المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، لكنها لم تغطي كافة الأسر المحرومة من الخدمات الأساسية، بل إن هناك مئات الأسر النازحة التي تحتاج للعون والمساعدة، خصوصا بعد أن أعلن برنامج الغذاء العالمي تخفيض أنشطته الإنسانية في اليمن لتتضاعف المعاناة التي تكابدها الآلاف من الأسر النازحة. لا معنا غذاء، لا معنا ما أكل، معنا أي حاجة في البيت، ولا نوجد شيء، إنهم خمس أسر وباقي ثلاث أسر بكلسنا حيث برضه العيال. في ريف مدينة حيس جنوبي الحديدة خرجت هذه الأسر من منازلها لتخوض رحلة بحث عن أماكن آمنة تحميها من القصف الحوثي، وباتت تعيش أوضاعا إنسانية متردية دون أي تدخل حكومي أو منظمات إنسانية محلية ودولية لإنقاذها من مجاعة حقيقية قد تتسبب في موت الكثيرين ممن يفتقدون إلى الغذاء والدواء، رغم المعونات المتواصلة التي تقدمها الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية، لكنها لا تتناسب مع الأعداد المتزايدة من النازحين. شردتهم ميليشيات الحوثية الإرهابية وخرجوا يعني مهجرين ومقصرين هربا من ميليشيات الحوثي من منازلهم. هذين النازحين مشردين، لا مأوى لهم ولا مسكن، ساكنين تحت الأشجار، معظمهم يعني ساكن في البيت من 5 إلى 6 أسر 7 أسر في غرفة واحدة. بعض المواطنين منهم من ينام أسرهم داخل المنزل والباقي ينام داخل المسجد. أكثر من 700 أسرة نازحة تسكن هذه المناطق المحررة حديثا، ناهيك عن مركز مدينة حيس التي يتوافد إليها النازحون بشكل يومي، ويقضنها أكثر من 1000 أسرة من النازحين الجدد، وهم من مناطق محاذية لمديرية مقبنة غربية عز، ومن مناطق تقع بالقرب من خطوط المواجهات التابعة لمديريتي جبل راس والجراحي. نطالب بصراحة جميع المنظمات والجهات الحكومية سرعة إنقاذ هؤلاء الناس المتواجدين في هذه القرى والأحياء، كونهم متعبين والوضع مأساوي جدا جدا، ونطالب بشدة ونناشد الجميع بسرعة التدخل. وفي وقت حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من اتساع رقعة المجاعة في اليمن، وأعلن تخفيض أنشطته بسبب نقص التمويل، تزايدت أعداد الأسر النازحة والمهجرة بشكل مأساوي نتيجة استمرار الحرب والصراع في ظل ضعف الدور الحكومي وعدم مصداقية عمل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية. معنا عبر الهاتف عرفات حمران رئيس مركز رصد للحقوق والحريات، مرحبا بك معنا. تواصل المقاومة الوطنية دعمها للنازحين في الساحل الغربي، فما حجم المعاناة التي يتعرض لها النازحون في المناطق المحررة؟ أستاذ عرفات. أيوة نعم. نعم، فيما تواصل المقاومة الوطنية دعمها للنازحين في الساحل الغربي، ما حجم المعاناة التي تتعرض لها النازحون في المناطق المحررة؟ طبعا موضوع النازحين من المواضيع الذي يعتبر يعني شائك فيها اليمن، وهي مأساة إنسانية وجريمة الحق الإنسانية من قبل المنظمات الأممية أن لا تغيث هؤلاء النازحين، طالما وهي استلمت باسم اليمن وباسم هؤلاء النازحين مبالغ مالية سنويا ولا تعمل شيء في إنجاز في مناطق تعز والحديدة وحجة، وهي من المناطق الأشد يعني فقرا والأسد وضعا إنسانيا صعبا، ورغم أن الرياضة تدخل من ميناء الحديدة إلا أنها تتجه إلى صنعاء وتوزع يعني بتحكم من الميليشيا الحوثية. يظل موضوع النازحين يعني هناك ما يقارب من يعني من 10,000 نازح فقط يعني في المخا والخوخة وأجزاء يعني من محاذية لمنطقة محافظة تعز. نعم. وأيضا في حيث وهم يعني يشهدون وضعا مأساويا بدون مأوى وبدون أي أمن غذائي، وأيضا لا يحصلون على أي مساعدات من الجهات المنظمات الأممية هي المعنية يعني في هذه الظروف وهذه المرحلة بإمدادهم بكل المساعدات. وعلى الحكومة الشرعية توجه نداء عاجل تبين فيه حجم الاحتياجات التي تحتاجها هؤلاء النازحين، وتوجه يعني نداء للمنظمات الاممية وبلاغ للاعلام من اجل ايضا ان يلتفت هؤلاء المنظمات. نعم. لان المنظمات الاممية
اثبتت انها لا يمكن تقدم اي عود الا بعد اذن هذه الميليشيات الحوثيه التي تتحكم بمصير الاغاثه في اليمن. نعم، هل تفي المنظمة الإغاثية بوعودها والذي قدمته لنازحي المناطق المحررة في المناطق المحررة؟ يعني حتى الآن المنظمة الأممية استلمت مبالغ تكفي لإغاثة اليمن وأفريقيا، لكن حقيقة لا، يعني حجم المساعدات التي تقدم ضئيل جدا مقارنة سواء بالمناطق المحررة أو حتى بالمناطق تحت سيطرة ميليشيا الحوثية التي هي كلها مسؤولية هذه المنظمات. لا يعني تستجيب هذه المنظمات إطلاقا. هناك مساعدة تصل لكن قليلة، لا يتجاوز 7% من الاحتياجات حسب وحدة النازحين. نعم، أنها 93% من المساعدات لا تصل إلى هؤلاء يعني المحتاجين إليها، ويظل النزوح قائم طالما هناك حرب والحوثيين يستهدفون المدنيين ويستهدفون النازحين. سيظل هذا النزوح، يجب إيقاف هذه الحرب وايضا ان تخضع هذه الميليشيا الحوثيه للقرارات الامميه ومقدمتها 2216 لكي ايضا يعني ينجو المدنيين وان يكونوا بعيدا عن الصراع وان يحصلوا على كل المساعدات والممرات الامنه من اجل دخول هذه المساعدات اليه. عرفت حمران رئيس مركز رصد للحقوق الحريه، شكرا لك. وفي ظل اتساع رقعة المجاعة، استبعد برنامج الغذاء العالمي نحو 20,000 مستفيد من المعونات في إب بدءا من يناير المقبل بذريعة نقص التمويل. ضربة موجعة للعمل الإنساني في اليمن، حيث يعتزم برنامج الغذاء العالمي عبر ميليشيا الحوثي استبعاد آلاف المستفيدين في محافظة إب من كشوفات المساعدات الإنسانية بدءا من الشهر القادم. مصادر مطلعة قالت أن البرنامج الأممي ينوي حرمان نحو 20,000 مستفيد من المعونات الغذائية في مديريات الظهار والمشنة وجبلة ذات الكثافة السكانية تحت ذريعة نقص التمويل. وأكدت المصادر أن أغلب الحالات التي يجري استبعادها بإشراف من قيادات حوثية بالمحافظة هي من الفئات المستحقة. الشهر الماضي شكا مواطنون في مديرية فرع لدين من استبعاد البرنامج الأممي لمئات المستفيدين بشكل نهائي من المساعدات الغذائية في وقت تزداد فيه معدلات الاحتياج جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين بفعل الانقلاب والحرب التي تشهدها البلاد. وأشار المواطنون إلى أن عمليات الاستبعاد تمت بتوصيات من متنفذين حوثيين في المنطقة. والأربعاء الماضي قالت الأمم المتحدة أنها واعتبارا من يناير المقبل سيوفر برنامج الغذاء العالمي حصة غذائية مخفضة ل8 ملايين شخص في اليمن بسبب النقص الحاد في التمويل، في حين سيستمر 5 ملايين يمني آخرين باعتبارهم معرضين لخطر الانزلاق إلى المجاعة في تلقي مساعداتهم الكاملة. وقال برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج إلى نحو 813 مليون دولار للحفاظ على برامجه في اليمن قائمة حتى شهر مايو. وتقول الوكالة أن هناك حاجة إلى ما مجموعه نحو 2 مليار دولار في عام 2022 لتقديم مساعدات غذائية للعائلات التي باتت على شفا المجاعة. وتمثل المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية والمساعدات الإنسانية مصدرا من مصادر إثراء بعض القيادات الحوثية، وتستخدم في بعض مناطق سيطرتها استخدام مسيس، وهو ما يهدد العمل الإنساني برمته ويفرغ محتواه في ظل فقر وجوع وحياة بائسة. تمكن مشروع بسام لنزع الألغام من نزع 2231 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الماضي من ديسمبر الجاري، منها 11 لغما مضادا للأفراد و1399 لغما مضادا للدبابات و800 ذخيرة غير منفجرة و20 عبوة ناسفة، ليصل ما تم نزعه منذ بداية الشهر الجاري 8059 لغما وذخيرة غير منفجرة.
شنت ميليشيا الحوثي حملات اعتقالات واسعة طالت العشرات من منتسبي جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرتها، بالإضافة إلى ضباط وصف ضباط يعملون في الاستخبارات العسكرية التي يترأسها الإرهابي المدعو عبد الله الحاكم أبو علي الحاكم. وقالت مصادر أمنية لوكالة خبر إن عناصر من ما يسمى بالأمن الوقائي التابع لميليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل العشرات من ضباط جهازي الأمن القومي والأمن السياسي بالعاصمة صنعاء وبمحافظتي إب وذمار. وأوضحت المصادر أن عناصر الأمن الوقائي بدأت حملة الاعتقالات منذ منتصف الأسبوع الماضي، وكثفت حملة اعتقالاتها عقب الإعلان عن مصرع السفير الإيراني لدى الميليشيا حسن إيرلو. وتزامنت حملة الاعتقالات مع قيام التحالف العربي بالكشف عن تورط قيادات في حزب الله الإرهابي بقيادة المعارك في اليمن. اقتحمت عصابة مسلحة بقيادة المتحوث المدعو صلاح عبد الله مقبل مدرسة مجمع 26 سبتمبر في عزلة الأمجود بمديرية شرع بالسلام. وقالت مصادر محلية إن العصابة الحوثية اعتدت على عدد من معلمي المدرسة والموجه التربوي عبد العالي محمد أحمد، واختطفت المعلم حزام عبد الله أحمد. يذكر أن القيادي المتحوث المدعو صلاح مقبل سبق أن ارتكب العديد من الجرائم أبرزها القتل والاعتداء على المرافق التعليمية في المنطقة. في الضالع أفادت مصادر محلية بأن طفلا قتل جراء اشتباكات مسلحة بين قبليين تغذيها ميليشيا الحوثي الإرهابية. وفق المصادر فإن اشتباكات مسلحة بين قبليين من مناطق الغولين ورباط الحرازي شهدتها مديرية دمت الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات الناتجة عن خلافات بين المسلحين حول قطعة أرض أسفرت عن مقتل الطفل صالح أحمد مصلح الفقيه. يشار إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثية تشهد فوضى أمنية وعمليات نهب وسطو للأراضي من قبل مسلحين يتبعونها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. قرار قضائي حاسم للمحكمة القضائية العراقية العليا بشأن دعوى إلغاء الانتخابات. بحياد وتجرد. محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع. صوت وطني يتلمس قضايا الوطن وهموم المواطن. لقناة اليمن اليوم حسام بكري الحديدة. نتحدى الظروف ونواجه الصعاب. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم مأرب. نكابد المشاق لنصل إليكم بالخبر اليقين. زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوة. نتابع الأحداث ونأتي بالخبر اليقين بدقة ومصداقية. عبد الهادي فرحات لقناة اليمن اليوم فلسطين المحتلة. نسعى لأن نكون لسان المواطن، ننقل معاناة النازحين والأسر الأشد فقرا. نسعى لإبراز إبداعات الشباب ودور المجتمع المحلي في التنمية. معين ردمان لقناة اليمن اليوم لحق. نستطلع المعالم الأثرية ونقص في أسرارها العريقة. شرف الشمري محافظة الحديدة. نتلمس هموم المواطن ونسعى لنقل الحقيقة حيثما كانت. فادي بقاش لقناة اليمن اليوم عدن. عشرة أعوام من نقل الحقائق كما هي من مسرح الحدث لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من خطوط التماس. ننقل معاناة وتطلعات المواطن وهمومه بحيادية وتجرد. لقناة اليمن اليوم فؤاد المجيدي محافظة البيضاء. نبحث عن الحقيقة في كل مكان لنكون مصدر الخبر وعين المشاهد. عواد الوهباني اليمن اليوم تعز.
عقدت المحكمة الاتحادية العراقية جلسة الاثنين للبت بطعون نتائج الانتخابات الأخيرة. وردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى إلغاء نتائج الانتخابات والتي قدمها عدد من الفصائل المسلحة والأحزاب الخاسرة خلال الانتخابات. وقال القاضي: قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحمير المشتكي كافة المصاريف، في حين أشار أحد محامي مفوضية الانتخابات إلى أن هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات، وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة لم يحدد موعده بعد. وأجرى العراق انتخابات نيابية في 10 أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة التي مونيت بهزيمة قاسية، وما زالت تعترض على النتائج وتطالب بإلغائها أمام القضاء. ويأتي حكم المحكمة وسط تهديدات وجهت لمفوضية الانتخابات، حيث طالبتها الكتل التي خسرت الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي. وفي أخبار كورونا، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء تسجيل 4 إصابات مؤكدة بالفيروس في 3 محافظات. وقالت في حسابها على تويتر إن 2 سجلتا في شبوة، و1 في تعز، وأخرى في حضرموت. وأضافت إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة، في حين سجلت 3 حالات شفاء جميعها في حضرموت. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 10,115، منها 1,983 وفاة و7,000 5 حالات تعافي. وعالميا، تخطى المصابون بالفيروس التاجي حاجز 280 مليون شخص في وقت يواصل متحور أوميكرون تفشيه في مختلف دول العالم. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 تعدى 280 مليونا و415 ألف شخص، فيما تجاوزت الوفيات 5,418,000، وبلغ من تم شفائهم نحو 250 مليونا و515 ألف شخص. أعلنت مدينة شيان الصينية التي يخضع سكانها البالغ عددهم 13 مليونا لحجر صحي وتنظيمها عملية تطهير كاملة، فيما سجلت الصين حصيلة قياسية من الإصابات بكوفيد-19 منذ 21 شهرا. وتطبق الصين استراتيجية صفر كوفيد منذ العام الماضي، المتمثلة في بذل كل ما في وسعها للحد من الإصابات الجديدة قدر الإمكان. وتضاعف السلطات حذرها لتجنب أي انتشار حاد للوباء قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين المقررة بين 4 فبراير حتى 20 منها. وأبلغت المدينة عن تسجيلها 155 إصابة جديدة بكوفيد الأحد، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى نحو 500 خلال الأسابيع القليلة الماضية. وبهدف كبح انتشار الوباء، أجريت اختبارات كوفيد على سكان شيان مرات عدة بحسب السلطات. وفي أمريكا، وبعد أيام قليلة من سماح السلطات الصحية باستخدامها، حذر خبراء من أن حبوب فايزر الجديدة المضادة لفيروس كورونا قد تهدد حياة الناس في بعض الحالات. وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأربعاء الماضي باستخدام أول عقار مضاد لكوفيد-19، وهو من إنتاج شركة فايزر، وسيتمكن الأمريكيون من استخدامه في منازلهم لتجنب الآثار الأسوأ للفيروس. والعقار باكسلوفيد وسيلة أسرع وأرخص لعلاج حالات العدوى المبكرة بكوفيد-19، بالرغم من أن الإمدادات الأولية ستكون محدودة للغاية. وينصح بعدم تناول عقار فايزر مع الستاتين ومضادات تخثر الدم وبعض مضادات الاكتئاب. كما لا توصي إدارة الغذاء باستخدام عقار باكسلوفيد للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو الكبد الحادة.
في نشرة أيضا. وقفة احتجاجية لنقابات جامعات عدن ولحج وأبين والضالع للمطالبة بحقوقهم وتحسين رواتبهم. أشكر العاملين في قناة اليمن اليوم، مذيعين ومخرجين ومراسلين عبر البرامج، أنهم أداءهم جيد، وأتمنى أن تستمر قناة اليمن بأدائها وزخمها كما بدأت إلى اليوم. صحيح محسوبة على المؤتمر الشعبي العام، والذي توقف مع وحدة اليمن وأمن واستقرار اليمن، ليس مع المثيرين النعرات الطائفية والمناطقية والكبلية والمذهبية، هي ضد كل هذه الخزعبلات. ثورة 26 من سبتمبر الخالدة قضت على كل هذه الخرافات، ومن يريد أن يعيد هذه الخرافات غير مقبول. الثورة ستستمر حتى النصر، وأن تتوخى المهنية والمصطاقية، وهي قناة لكل اليمنيين واليمنيات. نظمت نقابات موظفي ومتعاقدي جامعات عدن ولحج وأبين والضالع وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وتحسين رواتبهم ووضع حد لمعاناتهم المعيشية. وطلب موظفو ومتعاقدو الجامعات برفع راتب عضو هيئة التدريس المساعد في الحد الأدنى إلى ثلثي راتب عضو هيئة التدريس. كما طلبت النقابات بإعادة راتب عضو هيئة التدريس والتدريس المساعد إلى قيمته بالعملة الصعبة قبل 2015، وردم الهوى بين راتب عضو هيئة التدريس وعضو هيئة التدريس المساعدة، وتوفير درجات وظيفية لغير الموظفين المعينين أكاديميا، وسرعة نقل وتسوية المعينين أكاديميا. لقد أصبح راتب الموظف في الجامعة لا يواكب الارتفاع المهول في أسعار السلع الضرورية والأساسية، بل لم يعد يكفي حتى أقرب المواصلات، فضلا عن أن هناك قطاع كبير من المعينين أكاديميا. حتى اليوم لا زالت المعاناة كل يوم في ازدياد بسبب هذه الوضع المأساوي التي تعيشها البلاد، ولذلك نأمل من دولة رئيس الوزراء التفاعل مع ما قدمته النقابة من مطالب المنتسبي جامعة عدن، حتى ينال هؤلاء المعينين الأكاديميين حقوقهم كاملة غير منقوصة، وحتى يتمكنوا من العطاء في أهم صرع علمي في اليمن وأول صرع علمي هو جامعة عدن. مطالبنا كانت حياة كريمة، عادلوا لنا بس الراتب بما يساوي الدولار، وليس تعطونا الدولار. نحن لم نطالب بالدولار، لا، نريد المعادلة. نحن محتاجين نعيش بحياة كريمة عشان يكون برضو عطاءنا بالمستوى. ضروري جدا أن ينظروا لنا بعين الاعتبار، رتباتنا لا تكفي لمصروفات أسرنا وأطفالنا ومواصلات إلى أشغالنا. جينا هنا عشان تنظروا إلينا، لأنه نحن من ضمن المعينين اللي بلا راتب، بدون راتب، يعني حتى حق المواصلات أبسط حقوقنا ما فيش. لا نطالب بالكثير، نطالب براتب يكفينا ذاتيا، نوفر حق مواصلاتنا، حق وقتنا، عشان نبدل ونعطي أكثر للكلية وللجامعة. معنا عبر الهاتف حالاً تيسير خلوصي، عضو اللجنة الإعلامية لمجلس نقابة جامعة عدن. مرحباً بك معنا. ما مدى مشروعية مطالبكم برفع المرتبات وتسويتها، وكيف وجدتم الاستجابة الحكومية لتلك المطالب؟ أهلاً بكم جميعاً. أؤكد أن وقفة أعضاء هيئة التدريس المساعدية في جامعة عدن هي وقفة تطالب يعني حقوق مشروعة، هي مطالب حقوقية مشروعة. نعم. نحن لم نطالب بزيادة الراتب، نحن نطالب بإعادة رواتبنا إلى قيمتها بالعملة الصعبة، بما يعادل العملة الصعبة إلى قبل فترة 2015، وهذه حقوق مشروعة يعني. نعم. دولار أو أقل، يعني هذه تعتقد أنها حقوق مشروعة، حقوقية مشروعة. نعم، كيف وجدتم الاستجابة الحكومية لذلك تلك المطالب؟ نقول إن هناك في بسيط أمل. الآن تم تشكيل لجنة صغيرة للمتابعة للتفاوض مع الحكومة من مجلس نقابة جامعة عدن، ونتأمل خير، يعني يكون هناك في تدعم. وقد أكدنا في الوقفة إن إدراكنا شامل ومفتوح ومستمر إلى أن يتم تلبية كافة المطالب على الواقع العملي. نحن لا نريد أنصاف الحلول ولا نقبل بوعود شفهية، نحن نريد توجيهات وحلول عملية حتى يعني ننظر في موضوع الإدراك. نعم، شكرا لك حنان تيسير خلوصي، عضو اللجنة الإعلامية لمجلس نقابة جامعة عدن.
عقد محافظ تعز نبيل شمسان لقاء موسع مع كبار تجار تعز ولجنة المخزون السلعي. وفي اللقاء شدد المحافظ على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله مع القطاع الخاص، ودعا إلى ضرورة التخفيض في الأسعار بما يتناسب والانخفاض السعري للدولار مقابل الريال. كما تم التطرق إلى جملة من الإشكاليات طالب تجار السلطة المحلية القيام بدورها في معالجة المشكلات الأمنية وصيانة الطرق وتوفير المشتقات النفطية. الأسبوع الماضي حصل توقيات من محافظة المحافظة بنزول إلى الأسواق لإشهار أسعار السلع عند كل تاجر، وعمل محاضر للتجار أو المصنعين الذين لم يلتزموا بالتسعيرة بموازي أسعار العملات الصعبة، حيث تم التخفيض بالأسعار العملات الصعبة بشكل كبير، فعلى التاجر إلزام بإشهار الأسعار وعدم المغالاة في السعر. في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم في مبنى محافظة تعز، التقى الأخ المحافظ مع وكيل المحافظة والأستاذ رشاد الكحلي وكيل المحافظة رئيس لجنة المخزون السلعي، ناقش مع الأخوة تجار المدينة، تجار مدينة تعز على مستوى الأسعار والتغيرات التي طرأت في مستوى الأسعار، وناقش موضوع بعض المشاكل التي عرضها عليها الأخوة التجار. الأخ المحافظ متفائل في مستقبل المستوى السعري والمستوى الاقتصادي بالنسبة لخدمات الكهرباء، أيضا ناقشوا موضوع خدمات الكهرباء، موضوع بعض الاختلالات الأمنية التي وقعت والحوادث الأمنية، وعد الأخ المحافظ بحلها. كان بعض من ضمن المواضيع التي عرضت على الأخ المحافظ موضوع ازدواج مكتب الصناعة والتجارة، وهي أكبر المعاناة التي يعانيها الآن الأخوة التجار في محافظة تعز. ناقش اجتماع ضم محافظ محافظة تعز نبيل شمسان وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وبحضور مدراء الأجهزة الأمنية وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية، ناقش الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان في المحافظة وملفات الاعتداء على الممتلكات الخاصة ومعيقات وصول الغذاء والدواء بسبب الحصار. وعقب اللقاء زار فريق اللجنة البحث الجنائي في المحافظة وعقد لقاء نوقش فيه وضع المحتجزين على ذمة التحقيق. كما اطلع فريق اللجنة على مركز الاحتجاز الاحتياطي التابع للبحث الجنائي، وقام بمعاينة أقسامه والاستماع لأقوال ومطالب عدد من الموقوفين وأوضاعهم القانونية. في الملف الاقتصادي، يواصل الريال اليمني تحسنه أمام العملات الأجنبية بعد فترة عصيبة مرت بها العملة الوطنية بفعل غياب دور البنك المركزي، والبنك يعلن فتح مزاد جديد لبيع مبلغ 15 مليون دولار أمريكي. سجل سعر صرف الدولار اثيادا نحو 799 ريال للشراء و830 ريال للبيع في أكبر انخفاض للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني بعد فترة عصيبة مرت بها العملة الوطنية بفعل غياب دور البنك المركزي وفشل السياسات المالية. ويتكبد المواطن معاناة انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية، وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة. أعلن البنك المركزي اليمني في أعدن عن فتح مزاد جديد لبيع مبلغ 15 مليون دولار أمريكي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل. وأوضح البنك أنه سيقوم بتقديم العطاءات نيابة عن البنوك غير القادرة على الوصول إلى المنصة الإلكترونية بناء على طلب رسمي مقدم إليه عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد. وأشار البنك إلى أن المزاد يبدأ الساعة 10 صباحا ويغلق في الساعة 12 ظهرا في نفس اليوم. واشترط البنك أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، ولا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 25% من إجمالي قيمة المزاد، ولا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها. ويقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحساب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
وجه رئيس الحكومة اليمنية وزارة الصحة العامة والسكان والجهات ذات العلاقة بالتعاون مع السلطات المحلية بتجديد الرقابة على سوق الأدوية والتحقق من جودتها وصلاحيتها وضبط أسعارها بما يتوازى مع التعافي الملحوظ الذي تشهده العملة الوطنية. وشدد رئيس الوزراء على تفعيل الدور الرقابي لهيئة الأدوية في تنظيم إنتاج واستيراد الأدوية والتحقق من جودتها وأسعارها وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية ومكافحة تهريب الأدوية. وأشار إلى الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات في القطاعات الدوائية والمصانع الجاري إنشاؤها في حضرموت وعدن والضالع لتوسيع قاعدة الإنتاج الدوائي الوطني. ارتفعت صادرات مصر الهندسية بنسبة 45% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 لتسجل قيمة بلغت 3 مليارات جنيه. وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعا بنسبة 51% في الشهر نوفمبر 2021 بالمقارنة بنفس الشهر 2020 حيث بلغت 354 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار محققة بذلك أكبر رقم صادرات شهري منذ عام 2009. النشرة انتهت إلى العناوين. مسرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في معارك جبهات جنوب وغرب مأرب. الغذاء العالمي يخفض أنشطته ونازحون في مناطق الساحل الغربي المحررة يعيشون أسوأ أزمة. الأمن الوقائي الحوثي يشن حملة اعتقالات بحق ضباط في الاستخبارات العسكرية والمخابرات. في أمان الله.